يشيله، مش مخليه محتاج اي حاجه يشيله. ولما جرالي الحادثه بتاعتي ما شالنيش. ما يشيلكش ابوك. طب انا يبقى شالكش، رماك في الشارع ابوك. لا ما لا ابوك، وما تقوليش لا. الصح صح والغلط غلط. هو فين الدية؟ هو اللي يشيلني ولا الغريب اللي يشيلني؟ هو واحد صاحبك بيلعب معاك. الغريب اللي يشيلني ولا هو اللي يشيلني؟ الغريب يشيلك ما يشيلكش في الاول كل المبررات. بص يا محمد اتفضل، لازم تبقى فاهم ان الراي العام كله بيسمعنا وانا بكلمك دلوقتي. حقيقي حقيقي. افهم كلامي كويس. انت تقبل ان ابنك بكره انت عندك ابن اسمه ايه؟ احمد عبد الرحمن. احمد عبد الرحمن تقبل ان يضربك؟ لما قصر في حقه. لا يا حبيبي، لما طلع انت لو انت وسر بيته بره يا حبيبي، لما يعمل اللي يعمله انت مش هتقبل ان ابنك يضربك. وعلى فكره كما تدين تدان. حقيقي. ما هو زي ما هو برضك كما تدين تدان. زي ما هو مدان. انت تسكت خالص، انا جايبك عشان تسكت عشان تعتذره بس. كما تدين تدان. قبل كده يا استاذ عمرو، كما تدين تدان. وعندنا في الاثر وفي القصص يا متر اتفضل. راجل كان بيعمل في ابوه، فجاء ابنه عمل فيه، فعارف قال ايه؟ قال لك هذا قصاص ابويا فيا. حقيقي كان بيطعمه في طبق خاص حقيقي القصه. كان بيطعمه في طبق خاص بالحيوانات والبهائم، فاتعمل فيه بالظبط، وكان ايه؟ في قمه الغنى، واولاده في الاخر عملوا فيه كده. ارجو انك انت تبقى جواك في صفاء من ابوك. هذا غني على ايه؟ صفاء يا استاذ عمرو. اساله كده، قول له مين اللي كان شايل. انا اتمنى 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 الراجل ده راجل كريم، وانا قصدت كريم النهارده، وهو قصد كريم. الحمد لله والحمد لله الحمد لله. وهيعفو وتعملوا اجراءات التنازل والصلح بعد اذن حضرتك. لا اتفضل تتنازل عن السجن خلاص. عشان ده ابنك. خلاص ماشي. وانا بقول لك ماشي. انا بقول لك حق علينا. هو غلط الحمد لله. هو متهور. انت مالك لابيك. انت مالك انت ومالك لابيك. هو انا احب اوجه رساله وحب على راسه وقول له حقك عليا، ووعدنا قدام الناس ان دي اخر مره يحصل فيها حاجه زي كده. بص دماغه وراسه قبل كده. يلا قوم. خد حاجتين وراح بح. وتاني وعاشر وعاشر يا محمد. بقول لك انت ومالك لابيك، ده الدين اللي بيقول. عارف يعني انت ومالك لابيك؟ تم التربيه. يعني انت باللي انت لابسه ده لابوك. حقيقي. انا مش معترض. مش معترض في حاجه. قوم بص راس ابوك وصالحه وقول له حقك عليا وحقك عليا يابا. بس ليا حق برضك عنده. واقسم بالله بعد كده، تقسم بالله ان دي اخر مره يحصل منك هذا. هو برضك يقسم بالله برضك ان هو ما عادش يعمل اللي هو بيعمله معايا. لا اله الا الله محمد. لا اله الا الله. لان هو برضك ضررنا برضك في كل حاجه في عيشتي. لا اله الا الله بسبب اللي بيعمله. يا ابني انا بقول لك ابوك يعمل اللي هو عاوزه، انت مش هتربيه. ولا انت هو يربيك. انت تبقى عندك 60 سنه حقيقي. ده احنا اتعلمنا الاصول. ده انتوا ناس بتوع الاصول. شفتها فين دي؟ مين اللي علمها لك دي؟ في انهي مله وانهي دين دي شفتها؟ ان واحد لما ابوه يعمل فيه اللي يعمل. ابوك يا سيدي راجل اي حاجه. ابوك مفيش مبرر منطقي في الدنيا ابدا يسمح لابنه يتطاول على الاب. ايا كان المبرر، ايا كان المبرر، ايا كان المبرر حقيقي. ولازم ده تحط كمبدا، ولما تغلط حتى هفترض ان ابوك اخطا في حقك وفي حق اللي في البيت. انا مالكش دعوه باللي في البيت. لا ما اللي في البيت مالكش دعوه. انت مش قائم على اللي في البيت. اللي في البيت في قانون يحكم الموضوع، يطلقوا يتجوزوا، ده مش موضوعك انت. مش انت اللي هتربيهم على اخر الزمن، ولا فاكر نفسك كبرت؟ لا انا ما كبرت. خلاص يبقى تسكت. هو الكبير. الله هو الكبير. طول ما هو عايش على قيد الحياه هو الكبير. يغلط هو الكبير، وهو هيتحاسب على اللي بيغلطه. لا مش انت اللي هتحاسبه. بقى يا استاذنا الفاضل، اللي بيجي ما بيتكلمش معايا، هو بيجي يكلمني انا. لان دي الطبيعه وده اللي صح. دي اللي بيكلمني انا، ما بيكلموش هو، لان هو ما بيديش لحد انه يتكلم معاه. يقنعك باللي وتمشي على دماغه. يا محمد يا محمد. لا اله الا الله. اي منطق انت هتحاول تسوقه النهارده عشان تبرر غير ما ببررش غير الموقف. صدقني انا بكلمك، انا بكلمك وفي ملايين بيتابعنا، غير مقبول. الاب له على ابنه السمع والطاعه. اما ان يبقى، اما بقى لو انت قال لك ايه اكفر، لا ده موضوع تاني. قال لك لو قال لك اكفر ده موضوع تاني بقى. برضه يا ريس الطاعة هنا بقى مش موجودة خلاص. وصاحبهما في الدنيا يعني صاحبهما في الدنيا عرض. واتبع سبيل من أنا بلي ثم إلي مرجع. اتبعه في الغلط. فأنبئكم في الغلط. ده هو ماشي غلط. أنت مالك؟ أنت هتربيه؟ مش هربيه. ما أنت مالك؟ أنت عايز أنت فاكر أنت فاكر هتربيه؟
راجل عنده 68، انت عندك كام سنه؟ 37. عنده 68 سنه هتربيه؟ انت هتعلمه؟ غلط ربنا هيحاسبه. ايوه غلط وارتكب جريمه القانون يحاسبه، غلط في حق امك القانون يحاسبه. يفترقوا او يتفقوا مش موضوعك، ولو كل ابن انصاع في البيت لام على حساب ابوه ده كل بيت كل يوم يبدي فيه خناقه، يبقى كل علبه تقعد تضرب عشان تضرب في ابهاتهم عشان خاطر امهاتهم ولا عشان خاطر سيره ابوهم ولا عشان خاطر. لازم نفوق، لازم نبقى عارفين ربنا صح. هو الدين مش كلام نقوله، الدين فعل بنعمله. الله بعد اذنك يا استاذ عمرو اتفضل. اسال المتر قول له مين اللي كان بيجري ورا المكنه في قلب النيابه وفي قلب البتاع وقعه. عم فتحي انا عايز اقفل الموضوع ده بعد اذن حضرتك ومش عايز اتكلم فيه تاني خالص. اتفضل. كل سنه طيبين. انت بصحة وصحة. ومحمد بص راس ابوك وله حقك عليا، واقسم بالله تحلف قدامنا ان دي اخر مره يحصل فيها تطور بينك وبينك. هو برضك نفس هكذا. محمد. لا اله الا محمد. بص راس ابوك يلا. انا هبص دماغه وهبص رجليه كمان. لا اله الا دماغه. ايوه. ما تزعلش مني. خلاص ماشي. انا مسامحك، انا مسامحك. انا مسامحك خالص. ربنا يتم عليكم الخير. امين. لا اله الا الله. ويبعد عنكم الشر. لا اله يا رب اللهم امين. لا اله الا الله. وربنا ان شاء الله يجمعكم على خير. لا اله الا الله. والنبي تبقى راضي عني. راضي. وولدي عليه. راضي والله. الله يكرمك. هو غلط واقر غلطته. الحمد لله. واذا كان حصل طيش معلش. الحمد لله هو دراعي برضك مهما كان. هو ابنك ودراعك وهيفضل ابنك ودراعك. بس نفسي في حاجه واحده بس، يسيبني العيال تجيلي واجيلهم من الشارع. والله ما منعش بكره تروح العيال. والله ما منعش بكره تروح له تودي العيال يجي لي. والله ما منعش يجي هو عنده اول يوم رمضان. ما غصب عني لازم افطر يا استاذ الفاضل. ها غصب عني لازم افطر تحت يا استاذ الفاضل. عنده يعني غصب عني يا استاذ الفاضل لازم افطر تحت يا استاذ. يعني غصب عني لازم افطر تحت اول يوم ولازم رمضان كله سبب. ربنا ما يقطع لكم عاده. اللهم امين. انت تشوفه على طول قدامك يا استاذ الفاضل. انت عارف ابوه ده لو هيكل عظمي والله نعمه، ما بيعرفها غير اللي بيفقد ابوه. يعدي ساعد ما يعدي عليا بس يبص عليا ويقول سلام عليكم مش عايز منه حاجه. انت وعدتني وكلمني عن السفر برضه. كلمني وقول لي ان هو جاب لك الاولاد وكلمني وقول لي انهم بيجوا لك ان شاء الله وطمني عليه ان شاء الله. وانا تحت امرك في اي الله حاجه. الله يبارك لك. الله يديك الصحه. وانا بوصيك بابوك خير. الله يبارك. بوصيك واصلح بين الاحوال. الله يبارك لك. واقعدوا مع بعض ولو في مشاكل في البيت عم فتحي حلوها. واحنا نشتغل ازاي يا دكتور؟ لا تشتغلوش انتوا اليومين دول. وخلوا مشاكلكم بينكم وبين بعض وداروا على شمعتكم وربنا كده يعني يبعد عنكم شر الناس ان شاء الله باذن الله. لكن نكون بين الله وبين بعض. مشاكلكم بينكم وبين بعض ان شاء الله وربنا يصلح احوالكم يا رب. ما يسمع حاجه بره كده ولا حاجه يكلمني. انا ما بسمعش. انتهينا خلاص انتهينا خلاص. ما عادش هيسمع حاجه لحد بره. لا هيسمع ولا حاجه. انا ما بستمعش. توكل ولو سمعت ما بقيتش. خلاص يا محمد خلاص يا محمد ربنا يديم معروف. يا رب ارجو ان الموضوع يخلص المتر بعد اذن حضرتك. انت عم فتحي تتنازل عن القضيه ان شاء الله وان شاء الله يفطر عندك اول يوم بكيفه مش غصب عنك. الفتحه النبي بنيه صافيه. لا مش قصدي والله. اقرا الفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله ان الجلسه تمت على خير.